والعقوبة العقاب والثواب إنما هو على أفعال العباد بإرادتهم ومشيئتهم واختيارهم، يعذبون لأنهم هم الذين فعلوا هذه الأشياء باختيارهم، وكانوا يستطيعون تركها، كانوا يستطيعون تركها وتجنبها والابتعاد عنها، وهم منهيون عنها فهم أقدموا عليها باختيارهم، فيعذبون على هذا. ولذلك اللي ما له مشيئة ولا اختيار كالمجنون والصغير والنائم لا يؤاخذ، لأنه ليس له مشيئة ولا إرادة. أما العاقل البالغ فهذا يؤاخذ على أفعاله، لأنه يستطيع يفعل ويستطيع يترك، الله أعطاه الإمكانية في هذا. نعم، يستطيع يصلي ويستطيع يزني في آن واحد، هو يستطيع هذا وهذا، فإن كف عن الزنا وأقام الصلاة أجره الله عز وجل، وإن عكس أتى الزنا وترك الصلاة عاقبه الله على أفعاله على إرادته. نعم.